رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا واسطة كثيرين، لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة، أننا فخركم كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأن أمر بكم إلى مكدونية وآتي أيضا من مكدونية إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، ألعلي استعملت الخفة؟ أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد كي يكون عندي نعم نعم ولا لا؟ لكن أمين هو الله أن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله، الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس أننا نسود على إيمانكم بل نحن مؤازرون لسروركم، لأنكم بالإيمان تثبتون. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. الرسالة هي كتابها القديس بولس بعد وقت قليل من كتابة الرسالة الأولى، والحقيقة معظم إصحاحات الرسالة هي تبدو أنها رسالة شخصية يدافع فيها الرسول عن رسوليته، وبيحكي جزء من تاريخه الروحي ويعلن افتخاره الكامل بالضيقات لأجل الخدمة، ويحاول أن يزيل كل الشكوك اللي أثيرت حول شخصيته. والرسالة كلها بتدور حوالين موضوع الخدمة القانونية، والإصحاح ده هو يعتبر إصحاح مقدمة للرسالة كلها، لكن الحقيقة
لما بنشوف الرسالة في إصحاحاتها وموضوعاتها بنلاقي الإصحاح الأول ده هو في عدد 10 هيقول كده الذي لنا رجاء فيه، وده عنوان جميل قوي الذي لنا رجاء فيه. وهنا بيتكلم على إن رجاء الإنسان المسيحي وفرحه العظيم أن له رجاء في شخص المسيح. لكن الحقيقة بيجي في عدد 14 ويعبر تعبير جميل قوي ويقول أننا فخركم كما أنكم أيضا فخرنا في يوم يسوع المسيح. أننا فخركم، ده الخادم بيتكلم لمخدوميه وللرعية بتاعته، كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع المسيح. يعني كلا الخادم والمخدومين هم فخر لبعضهم في يوم الدينونة أمام ربنا يسوع المسيح. الخادم اللي خدم وتعب وبذل مجهود كتير وضحى وقدم بقدوته شخص المسيح، وفي نفس الوقت الصورة الجميلة اللي عاش بيها المخدومين وكبروا ونموا في محبة المسيح ولذلك صاروا فخرا لخادمهم. الصورة الجميلة دهيت بنقراها في الإصحاح وبيعبر عن شوقه للحضور إليهم. أنا عايزك تاخد بالك أن في عدد 21 يتكلم ويقول ولكن الذي يثبتنا واحد معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا. وهنا بيتكلم عن سر التثبيت، سر الميرون، سر التثبيت اللي هو السر الثاني اللي احنا بناخده بعد سر المعمودية. يتكلم ويقول الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا، هو سر المسحة المقدسة كمان الكاريزما، والذي ختمنا هو سر الختم أيضا، وأعطى عربون الروح في قلوبنا. عايزك تعرف أن وهو بيتكلم وبيدافع عن رسوليته لكن كمان بيقدم لنا صورة من حياتنا الكنسية، وهو بيشرح سر من الأسرار الكنسية، سر الميرون المقدس. ربنا معكم. We'll be right back.